بعد اللي حصل ده كله وبعد النجاحات دي كلها وبعد مشاركتك وحصولك على العديد من البطولات سواء محلية أو عربية أو أفريقية، ليه خدت قرار الاعتزال؟ لا هي كانت أسباب كتير، بس يعني أنا حسيتها كده في الوقت ده إنه يعني ليس في الإمكان أفضل مما كان. يعني الحمد لله الواحد حاول يجتهد مع المنتخب ويقدر يعمل نتائج اللي هو عملها، بس مش هقدر أفيد غير نفسي تمام، وممكن ساعتها لو فدت نفسي زيادة ممكن الأجيال اللي طالعة ورايا تتأخر شوية، فهيبقى الموضوع صعب عليهم ان هم يقعدوني او ان انا ما العبش. بس الحمد لله لقيت في بكوره خير، عندنا محمد البيلي، العصر، عندنا محمد شومان، دول اللي هم كانوا يعني محتاجين الخطوه دي، والحمد لله رب العالمين اثبتوا وجودهم. وفي كمان اجيال كمان طلعت بعد اعتزال، انا يمكن انا كنت نوعا ما عقبه بس في الموضوع، بس الحمد لله رب العالمين انا حاسس ان نجح. بس عقبه؟ لا طبعا عقبة ازاي، انا كبير سن، يعني انا امبارح الحمد لله رب العالمين 41 تمام، واحنا وحضرتك بالصحة والسلامة الله يكرمك، واحنا لعبة محتاجة خبرات كتير عشان تقدر تدي وتقف في مواقف صعبة. طب ما انت عندك الخبرات دي، ما هي موجودة عندي انا بس مش موجودة عندهم. ايوه انا لعبك، احنا وقفنا بس عند حتة انت ليه عقبة في يعني عشان ليه عشان انا طول يعني بفضل الله طول ما كنت موجود في المنتخب انا كنت بلعب، واحنا اللي بيلعب في السكور 3 لعيبة، فكنت انا وكابتن احمد صالح نجم الزمالك وكابتن عمر عصر كان لعيب معانا في النادي الاهلي وطبعا نجم كبير وما شاء الله تاريخ يعني، وعمر محترف في فرنسا دلوقتي، فاحنا الثلاثه اللي هم 1 2 3 البيلي، محمد البيلي زميلنا في المنتخب تعبوا شيء عشان ياخد مكان وحد يقعد شويه وحد ينزل شويه مكانه، فالموضوع صعب عندنا، الخبرات كتير محتاجينها كتير عشان تقدر تقف، لان انت بتقف لوحدك على الطاوله وبتاخد القرار طبعا بمساعده الجهاز الفني واللعيبه والزملاء بيبقى الموضوع اسهل شويه، بس برضه ستيل انت الوحيد اللي بتاخد القرار انت هتلعب فين وهتلعب ازاي والماتش هتمشيه ازاي، فالموضوع بيبقى صعب، فعشان يقدروا ياخدوا الخبرات دي انا حسيت ان الوقت ده مناسب بالنسبه لي اكتر. ده حاجة يعني نادرة الحدوث ان حد يفكر بجد والله صح، يعني حد يفكر بهذا الشكل في الغير، يعني دايما البني ادم يفكر في مصلحته، ده اللي احنا نعرفه، بس يعني مش اكيد مش هنقول لك حاجة، خلاص اللي حصل حصل، اكيد كنا نتمنى ان انت تحقق مزيد من بطولات.